السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع حلويات أم محمد. اليوم إن شاء الله نقدم لكم مقرود البيض. المقرود اللي يجي بالسميد محمص، يجي بنين، يجي بنين بالبزاف ورطب. نوري لكم حبة، شوفوا كيفاش يجي. يجي رطب ومعسل، شوفوا من الداخل، جربوه. عيد الأضحى راه قريب إن شاء الله، غادي يعجبكم. ونروحوا ان شاء الله للمقادير. المقادير اللي هما عندنا كيلو سميد نصف غليظ، ها هو كيلو سميد نصف غليظ حمصته، شرو من النوعيه المليحه، ماشي تاع ماشيش تاع الميزان تاع العولب. نصف غليظ تحمصوه مليح كما تاع التقنته، يليق يتحمص مليح. هذا هو السر تاع النجاح تاع هذا المقرود البيض، يليق يتحمص مليح كما تاع التقنته. عندنا 250 غرام سكر اللي هي كاس ونص، عبرتها. عندنا 250 غرام زيت كاس ونص. عندنا 250 غرام كوكاو محمص ومرحي، ريحوه كي من هكا شويه خشين باش يبان في المقرود. عندنا كاس جلجلان اللي هو السمسم محمص تاني. عندنا 8 بيض. عندنا شويه قشور الليمون. عندنا قرفة مغرف صغيرة ماشي معمرة، قرفة ومغرف صغيرة ماشي معمرة، ماشي بومبي تاع كبابة، الكبابة لي هادي. وعندنا كيس خميرة كيميائية. وعندنا العسل باش نعسلوه، ويليق تكون عندنا شبكة كي من هادي باش نقلوه، باش كي نغطسوه في الزيت يطيب كاع على حبة وحدة، لون واحد. نروحو دوك بسم الله للطريقة، نوخروا هادو منا شويه. نديرو هنايا كاع النواشف، نديرو قرصه ملح، قرصه ملح ماشي بزاف. ونديرو 250 غرام سكر اللي هي كاس ونص تاع سكر. نديرو 250 غرام كوكاو محمص ومرحي شويه خشين باش يبان. عندنا كاس الجلجلان اللي هو السمسم محمص. عندنا قشور الليمون. عندنا كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام. هنا عندنا مغرف صغيره ماشي معمره كبابه، ما استغربوش بالكبابه يجي مليح هكا، يعطيها طعم مليح، ما تبانش ما يبانش ذوق الكبابه. وعندنا مغرف قرفه، نخلطوا هذه المقادير الناشفه. ودرك نزيدو الزيت اللي هي 250 غرام زيت. هاد الوصفة هادي هي الوصفة الناجحة، ديتها على وحدة المسانية. جربت شعل من وصفة، وحتى وصفة ما نجحت لي كي من هادي. هادي ناجحة 100% وبنينة بالبزاف، ما غاديش تندموا عليها كي تجربوها. ويجيكم رطب ومعسل من الداخل، بصح يليق تتبعوا الطريقه حرفيا. ويليق السر تاع هذا المقرود، يليق السميد يكون محمص، ما ديروش اللون تاعه ابيض، خاطرش الا كان ماشي محمص بزاف رايح يشرب لنا البيض، وكي نقلوه يشرب في ساعة البيض وكي نقلوه ييبس. يليق هكا يكون محمص كيما تاع التقنته. هكا نخلطوا الزيت، دوك دخلنا الزيت، درك ما نخدموش كاع كيلو، نخدموه بالنص بال 500 غرام، نقسموه وكل 500 غرام نديرو لها 4 تاع البيضات، خاطرش لا درنا 8 تاع البيض في كيلو غادي يشرب لنا في الساع بلا ما نكملو الحبة الاولى. السميد اللي يكون باقي ينشف لنا في الساع ويبس. دروك نقسمو 500 غرام
نص هنا، نقسموه على اثنين، عاد نديرو البيض، نشوفو نقسموه نشوفو، ولي عندها ميزان توزن، هاد الكمية ديركم بزاف. عين ميزاننا هادي راه فيها كتر، هادي هاكا قسمناها على اثنين. دوك نخدمو بالخمسمية غرام بالنص، هادا نخلوه على جهة، نجيبو هادا هاكا ونديرو فيه ربعة بيض، قلنا ربعة في الخمسمية غرام، 8 في الكيلو. نخلطو هكا، ندخلو البيض مع السميد. هادي في الاول يجينا شويه مطلوق، بصح حنا نخلوه يريح 10 دقائق ربع ساعه. خليه يتشرب، كي ترفديها تكون تقدي تشكليها حربوش. دوك ما نجموش، شوفوا كيفاش راه جاري. شوفوا دروك ما نقدوش نشكلوه، راه عندنا مطلوق جاري. نخلوه 10 دقائق ربع ساعه يتشرب، ومن بعد نعاود نولو ونشكلوه. السلام عليكم، راني وليت لكم بعد ما شربنا البيض. شوفوا كيفاش ولا، شفتوا كي كان مطلوق في الاول، ودروك ها هو القوام تاعه. نقدو نشكلوه حربوش، شوفوا هكا يتشرب. انا خليته 10 دقائق تشرب لي، هي على حساب البيض اللي يكون عندكم. اذا كانت كبيره شويه يحضر ربع ساعه ولا باش يتشرب. انا البيض تاعي كان متوسط، ادالي 10 دقائق باش تشرب. اون ميم طون السكر يدوب. دوك هذا غادي نخليه نوريكم هذاك القسم الثاني اللي خليك سمناه في الاول. دوك كي غادي نشكل هذا اللي راه فيه البيض، هذا اللي ما فيهش البيض، دوك ندير له البيض ونخليه يتشرب بلا ما قليت انا هذاك القسم الاول. نديروا له البيض ونخلوه، نخدمو غير بالرطل بال 500 غرام باش ما يغلبناش باش ما يبسلناش. هذا دوك بلا ما انا ما كملت الاول يكون تشرب لي، نعاود نبدا نخدم فيه هكا. ندخلوا هذه الربعه تاع البيض، ونخلوه يتشرب. كي تشوفوه نشف وتقدو تشكلوه حربوش، ثم نشكلوه ونقلوه. هاكا صاي، شوفوا كيفاش راه جاري. دوك ما نقدوش نشكلوه، واللي خدمناه دروك ها هو اللي خدمناه، هذه قبيله شوفوا، نقدو نشكلوه حربوش. نغسل يدي ونجي نشكله، ودرك نشكلو المقرود تاعنا. ندو كمية من السميد اللي عندنا، ندهنو شوية البلون دو طرافاي تاعنا ولا طابي بشوية زيت، خاطر شوية معسل باش ما يقعدش يلصق لنا، ونشكلوه حربوش. السمك اللي بغيتو، انا نبيه كي من هاك. ونقطعو بالموس مقرودات،
تاني كيما بغيتو، تبغو حبة كبار حبة صغار. هاني ما تجينيش حبة هكا، ونرفدوهم. نكملوا الكمية اللي عندنا هادي تعرطل، من بعد نقعدو نقلو فيهم. تبغوا شكل واحد اخر، تبغوا تزينوه بالموس وديروا هكا خطوط هكا، تبغوا تخلوه كيما هو. نديروهم بجيه. دونك انا نكمل الكميه اللي عندي ومن بعد نوريكم كيفاش نديرو في الشبكه ونقلوه يجي كي من هاك. نحطوا هادو في سني، انا نكمل هاد الكميه اللي عندي ومن بعد نولي لكم. درك بعد ما كملت التشكيل تاع المقرود، درك نحطوه ينقلى يليقنا هاد الشبكه باش كي نغطسوها في الزيت كاع يطيب على حبه واحده كاع لون واحد. درك نحطو كيما هاد المقرودات هادو اللي الشكل تاعهم يعواج بالكوبات، ونسقموهم كي من هكا ونعطيهم الشكل تاع المقروده هكا ونحطوهم. هاد الشبكه انا غطستها في الزيت وخرجتها باش المقرودات ما يلصقوليش في الشبكه. ودرك نشكلو نقلو المقرود تاعنا على زيت متوسطه يقعد دقيقه، ما يزيدش فوق دقيقه خاطر كلشي راه طايب كلشي راه محمص. ما نطولوش في القلي تاعي خاطر الا طولنا ييبس هكا، وندخلوه في الزيت. درك نوريكم كيفاش نقلوه. ودرك نغطسوه هكا في المقلاة يليق يغرق في الزيت دقيقة، ما يطولش، ما تخلوش فوق دقيقة ولا دقيقة وعلى الأكثر 5 ثواني ولا 6 ثواني. يا كي يدي ديك اللون البني الفاتح سينقلعوه. على زيت تكون على نار متوسطة، ما تنقصوش للنار وما تجهدوش كاع للنار متوسطة. مازال نزيدها شوية، صاي شوفو كي من هكا دقيقة دالي دقيقة في المقلة. درك نروح نعسلوه، نطفي المقلة ونروح نوريكم كيفاش نعسلوه. ودرك مباشرة في العسل شوفوا يدي هاد اللون، وغير دخلوه في الزيت غير شوية وتخرجوه. كي تشوفوا دا هاد اللون صاي، ما تخلوش يولي بني بزاف خاطش يبس لكم. دقيقة ولا أقل من دقيقة سيتخرجوه من الزيت وديروه مباشرة في العسل وتخلوه هنايا 10 دقائق في العسل يتشرب باش يشرب العسل مليح. خلوه أنا نخليه واحد 5 دقائق ونعاود نوريكم كيفاش جاو الحبات. انا فاتت هنا مده 5 دقائق، نتوما خلوه اكثر من 5 دقائق باش يتشرب لكم العسل مليح. نصفوه نديروه في الشبكه يكتر. هادو اللي درنا لهم دوك الخطوط، هاد الوصفه ناجحه 100%. انا جربت قلت لكم شحال من وصفه، هذه هي الناجحه، يجي بنين بزاف، وديك الكبابه والقرفه يعطوه طعم شباب. شوفوا نتوما كي تقلوه خلوه يدي هذا اللون، ما تحرقوش ما تخلوش بني قامح غير هكا. ونزينوه، تبغوا ديروا له الجيجان ديروا. شوف نحل لكم وحده، شوفوا كيفاش جا رطب. هذه عاد ما خليتهاش يتعسل مليح، شوفوا يجي معسل بزاف ورطب من الداخل. راني وريته لكم، هذا اللي وريته لكم الاول ها هو.
هذه زينتها بشويه جلجلان، وهذه اللي حليتها لكم كاع جرطب. شوفوا يجي معسل بزاف، جربوه ان شاء الله العيد الاضحى غادي يعجبكم. ولا عجبكم هاد المقرود ما عليكم غير تقولوا لي في لي كومونتير لا جربتوه كيفاش جاكم، واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.